جي اليوم اللي أنا كنت عامل حسابه من زمان. ليه يا بوي؟ ما هي وردة كان مسيرها تتجوز. أيوة يا ولدي، بس تتجوز مين؟ وماله العربي؟ راجل زين وارث أرضيات كويسين وحدها فلوس بكو، بس ده بيفك الخط بالضالين. وردة تعلمت وتنورت. ووه يا بوي، هو التعليم هينسينا تجلدنا ولا إيه؟ ومحدش في الهوارة كلتهم اتعلم على معالي، ثم إننا ما نقدروش نقولوله لا. ده ود عمه برضك وكلمة نفد علينا. خابر يا ولدي، بس فكرك يعني وردة هتقول إيه؟ تقول، وهي وردة كمان ليها قول. ده مشهد بين الحاج بدار وابنه البدري بدار من مسلسل ذئاب الجبل. شوف بس البداية اللي بتوريك تحضر الأب وجمود الابن في مسلسل. التفصيلة دي واحدة من عناصر قوته ونجاحه وأغراضه كمان. المسلسل اتعرض في أكتوبر 1993 وما كانش في رمضان بالمناسبة، لكن وقت عرضه الشوارع كانت بتفضى بجد، والناس كلها بتقعد تستنى على القهاوي. في كل مكان في مصر الناس جايبة سيرة ذئاب الجبل، خصوصا فين بقى؟ في الصعيد. لأننا بنتكلم عن الصعيد بجد، لا بنتريق ولا بنستخف ولا جايبينه من بعيد. يعني اسمع بقى التفصيلة دي. في زمان ما لو توفى حد في الصعيد كان بيمشي المنادي في البلد يقول توفى فلان الفلاني العزاء بعد أذان المغرب. ساعد بقى عرض مسلسل ذئاب الجبل بتبقى ازاي توفى فلان الفلاني والعزاء بعد المسلسل. متخيل النجاح ممكن يخلي الاتفاق الضني بين الناس على حب عمل درامي عامل ازاي؟ يبقى ضروري بقى نسأل الأسئلة المهمة. ليه وإيه أسباب النجاح ده كله؟ واحد من أسباب كتير هو إنك قدرت تدخل جوايا وتعرف الخناقة اللي بتدور بين قلبي وعقلي، وترجم ده في قصة عنوانها الرحلة. رحلة البطل بدري بدار اللي كان عايش ومسلم ومعتقد إنه مقتنع بكل الأعراف والتقاليد لحد ما تحصل الكارثة، هروب وردة أخته عشان تتجوز اللي حبته. يكتشف بقى ساعتها إنه ما كانش عارف حاجة ولا أصلاً عارف نفسه. البدري خرج من الصعيد عشان يدور على أخته وردة ومتهمينه إنه قتلها، لكن الحقيقة إن البدري خرج في رحلة اختيار صعب بين الجذور اللي بتقول إنه ياخد بالطار، والواقع إن وردة كل ذنبها إنها حبت. لكن البدري ما اختارش، هو جرب، وهي دي الخناقة اللي جواك اللي المسلسل عارف يشوفها ويفسرها. البدري جرب الحب واكتشف مواطن جمال عنده ما كانش يعرفها، إن هو مش الإنسان الجاف الخشن، هو كل اللي كان ناقصه التجربة. ولما داق الحب اللي وردة هربت عشانه فهم إنها إنسانة مش خاطية، هي إنسانة طبيعية جدا، وكمل في رحلته بقى عشان يلاقي أخته اللي بيحبها مش عشان يتخلص منها. ويمكن دي تفصيلة دايما مهتم بيها السيناريست الصعيدي محمد صفاء عامر، وخير من عبر عن مجتمع الصعيد بصراحة. دايما كان بيوضح ضرورة توسيع عدسة الرؤية، وإن الإنسان طبيعته بتتكون من خلال الأجواء اللي كبر وتربى فيها. الصعيد في المسلسل كان المجتمع المغلق الجاف، لكن الأبطال لما شافوا إن الدنيا مليانة مشاعر وتجارب أوسع اتمردوا على التقاليد دي واستسلموا لقوة الفطرة الطبيعية للإنسان، وهي إن من حقه يحب ويختار ويجرب. فوردة لما تخلف تسمي بدري، وبدري لما يخلف هيسمي وردة، عشان يقولك إن من رحم التجربة دي يتولد وردة وبدار جداد في عالم نتمنى يكون معتدل ويسمح لهم يخوضوا التجارب من غير خوف وجمود. وعلى سيرة الجمود بقى، ما يفوتناش حضرة الضابط عصام. تحس طول المسلسل عايز تقوله طب موارد البدري يكون ما قتلهاش. لا، هو البدري قتلها، أنا عارف بقولي كويس. يعرف منين طيب؟ هو أنا عارف كده وخلاص. شخصية بتوريك إن الجمود في الإنسان ممكن يعميه عن أي منطق أو مرونة في أفكاره. واللفتة المهمة جدا بقى إن النموذج ده ما كانش من الصعيد. أي نعم المسلسل بيبروز طبيعة المجتمع وتأثيره، بس برضو بيأكد إن الصفات الإنسانية في البشر في كل مكان، وهي طول الوقت محتاجة مراجعة وتقويم. على رأي الشاعر عبد الرحمن الأبنودي كده لما قال في التتر بصوت علي الحجار: وخصمني يا زماني وارجع صالحني تاني، نسيني اللي جرالي في العمر الأولاني. الإنسان بس محتاج فرصة تجيله من الزمن وهو يستغلها ويتعرف ويعرف نسخ تانية منه ما كانش يعرف عنها حاجة. أغلب أبطال المسلسل كانوا بيدوروا على نفسهم، وهم بيدوروا على حد تاني. البدري بيدور على وردة، والعكس وردة بتدور على البدري. الضابط بيدور على بدري، دبور بيدور على مهجة، مرات البدري فاكرة بيخونها وبتدور وراه،
ودايرة من البحث المستمر عشان تكتشف إن أصلاً الإنسان بيدور على نفسه. طرح النماذج المختلفة دي هي اللي بتخليك تفسر أنت ليه بتحب المسلسل، إنك بتشوف نفسك في أبطاله. التعاطف مع أي بطل هو تعاطف مع نفسك في المقام الأول، وأبطاله دي بقى بصراحة قصة جانبية تحتمل الإثارة والعجائبية والغرائبية. تخيل إن وقت التحضير للمسلسل بين المخرج مجدي أبو عميرة والمؤلف محمد صفاء عامر الأمور كانت ماشية بشكل يقول إننا بنعمل حاجة حلوة قوي. على رأي الشاعر عبد الرحمن الأدنودي لما قال لمجدي أبو عميرة المسلسل ده هيعمل شغل مع الناس حلوة قوي يا مجدي، وقد كان، لكن محدش بقى يعرف باقي خلفيات الشغل كويس. دور علوان البكري الشرير اللي يتحب ده اللي عمله عبد الله غيث بمعلمة، حاجة كده من عينة عادل أدهم، الشرير المظبوط لا في أفوره ولا تقل دم. الدور ده أصلاً كان دور صلاح قبيل، لأ هو مش كان مرشح للدور، ده مثل أغلب الدور حضرتك 18 مشهد، يعني أكتر من 3 أرباع المسلسل. ولكن يحصل إيه بقى؟ المفاجأة القدرية، يتوفى صلاح قبيل ويكون الحل البحث عن بديل يعيد تصوير المشاهد من الأول ونبني ديكور شقة إنا من الأول، وده اللي حصل فعلا. يجي الفنان عبد الله غيث ويتعاد التصوير كله، المفروض كده تمام بقى هنكمل، لا لسه يتعب الفنان عبد الله غيث وأخوه حمدي غيث يبلغ المخرج إن تعبه شديد جدا وإنهم يفضل إنهم يتصرفوا في المشاهد اللي فاضلة، وفعلا يتوفى الفنان عبد الله غيث. سبحان الله، هنجيب حد يعيد التصوير من الأول؟ لا مش ممكن، اسمها بقى ده احنا هنعيد المسلسل كله كده. وكان الحل ان احنا ندور على مخرج درامي. هو علوان البكري كان اصلا راجل مش تمام، ونهايته هيتسجن هيتعدم، احنا نعجل بده شويتين ويبقى يدوب نعمل فوتو مونتاج كده ونتخلص من علوان. وقد كان، لحد النهارده ناس كتير بتستنى الحلقه الاخيره لما ورده تقابل البدري وتنزل الاغنيه، ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. مسلسل 18 حلقه بس، درس في الإيقاع المشدود والأحداث المنطقية اللي من قلب الصعيد. فحقيقي شكراً لأي إنسان اشتغل بجد إنه يعمل منتج درامي بمنتهى الإتقان، قدر إنه يعيش ويستمر لحد النهاردة. وأهم شكر للمكان اللي بدأت من جواه وعنده تصوير أغلب الحكايات، وهو استوديو 10.